نتكلم على أول محور، محور تحسين المستوى المعيشي. أنا هتكلم هنا بستعرض بسرعة جداً إحنا عملنا إيه وناويين نعمل إيه في الفترة الجاية. في الخدمات التعليمية الدولة المصرية قدرت إنها تنفذ مشاريع ب 2.7 مليار جنيه في الفترة اللي فاتت لغاية أكتوبر 23، نفذت بها 206 مشروع، لكن المخطط إن إحنا ننفذه مشروعات ب 8.7 مليار جنيه للفترة الجاية. إحنا نفذنا، حضراتكم عارفين طبعا جامعة العريش، وإحنا بعد ما نزلنا من المطار عدينا عليها، نفذنا عدد كبير من الكليات، منها طبعا كليات الطب البشري، الاستزراع السمكي، نفذنا على مستوى التعليم ما قبل الجامعي 109 مدرسة، منهم المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة ل 24 معهد أزاري. كل دي، والنهاردة بننفذ مشروعات أخرى لتوسعات الجامعة شغالة وهتخلص في خلال الفترة. ده كل ده أنا بعتبره من الحاجات اللي اتنفذت، لكن اللي احنا وان شاء الله ايضا في المدارس اللي بتتنفذ النهارده، سواء المدارس الرسميه للغات، مدارس المتفوقين، المعاهد والمجمعات الازهريه اللي احنا شغالين فيها، ولكن المشاريع الجديده اللي احنا هننفذها في هذا القطاع اللي 8.7 مليار، 10 كليات جديده في جامعه العريش، 8 كليات لجامعه الازهر، و35 مدرسه ومعهد ازهري، كل دول هيبقوا ضمن خطة التطوير اللي هتتم في خلال الفترة الجاية اللي احنا بنطلقها النهاردة ان شاء الله. الرعاية الصحية، احنا نفذنا مشروعات 14 مشروع بحوالي مليار جنيه، لكن الفترة الجاية بنتكلم على استثمارات ب 8.3 مليار جنيه عشان ندخل محافظة شمال سيناء في المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، تبقى من المحافظات اللي تدخل على طول في منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا نفذنا طبعا تطوير مستشفى بير العبد المركزي، مستشفى نخل، والنهارده بنطور مستشفى العريش العام اللي ان شاء الله هيخلص في اسرع وقت ويدخل الخدمه. ولكن المشروعات الجديده اللي احنا بنستهدفها ب 8.3 سبع مستشفيات سواء انشاء او تطوير في كل المراكز والقطاعات الجديده، 33 مركز ووحده صحيه انشاء جديد، و56 نقطه اسعاف هتبقى انشاء ورفع كفاءه. يبقى مستوى الخدمة الطبية هنا في شمال سيناء يفوق إن شاء الله أي مكان آخر موجود على أرض مصر بإذن الله.